الصديق العزيز احمد سيف الاسلام هو تقدر يعني الواحد مش عاوز يبالغ، بس احمد مسيره كبيره جدا في النضال الوطني من السبعينات، من ايام الحركه الطلابيه والحركه الشيوعيه، وقاس كتير جدا، وبعدين اصبح يعني بعيد عن المركزيه بقى عن كل الشعب المصري في من خلال عمله كحقوقي الانسان. يعني المأساة مش وفاة أحمد، أحمد كان موت علينا حق كلها، إنما المأساة الحقيقة في إن أحمد يموت وعياله الاثنين في السجن عشان قانون أصلا غير دستوري وقانون التظاهر. فالأزمة يعني دي كبيرة جدا على أي أسرة وعلى مصر كلها يعني كده. وطبعا في أكيد ناس كتير ماتت يعني أنا في السجن بسبب هذا القانون، يعني القانون اللي هو هيدخل التاريخ باعتباره أسوأ قانون في تاريخ مصر، يعني حتى أيام الاستعمار الإنجليزي ما كانش بهذا الشكل، سواء القانون اللي بيمنع الانتظار او القانون اللي بيتيح الفرصه للدوله تحبس الناس حبس احتياطي بدون نهايه. فهي دي المأساة اللي لازم يدركها الحكام، يعني ان هم دلوقتي بيعملوا تراجيديات يعني هتفضل في تاريخهم، يعني واخد بالك، ومش هتعديه بسهوله، يعني الحاجات دي بتختزن في الضمير الشعبي وبتطلع في يوم من الايام في انفجار في يوم من الايام.